كاميرا البيت الكبير نزلت سألت الناس في الشارع احلى ماتش لعبه تريزيجيه ايه؟ خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. اتفضل. مباراه اللي لعبها مع النادي الاهلي يعني كانت ممتازه جدا يعني بصراحه يعني. ونفسنا ان هو يرجع النادي الاهلي تاني يعني وكده. مع الاهلي ماتش سيو سبورت، ماتش ذهاب واياب طبعا، لعيب كبير، بنتمنى يرجع النادي الاهلي تاني، ربنا يقومه بالف سلامه. بس المهم تريزيجيه فكر له ماتش اللي هو كان في كاس العالم ده، كان ماتش مهم جدا لمصر والمصريين كلهم، فهو كان السبب الاساسي اللي احنا نصعد بعد فضل ربنا اللي احنا نصعد كاس العالم. فهو لعيب جامد جدا وهو مش واخد حقه هنا في مصر للاسف، بس هو لعيب جميل يعني وجامد جدا. والله تريزيجيه لعيب موهوب ولعيب مجتهد ولكل مجتهد النصيب. افتكر له الماتش بتاع المنتخب مع اللي وصلنا لكاس العالم، الماتش اللي هو وصلنا فيه كاس العالم يعني فرحنا، كنا فرح كل الجماهير يعني. لاعب مهاري كويس جدا وكفايه ان هو وصلنا لكاس العالم، ومهما اديله كلام ومهما اتكلم عنه مش هيكفيه. الله اكبر، لعيب محافظ على مستواه، اكيد كان عمل للاهلي كتير جدا وكنا مبسوطين جدا وموجود في الاهلي، وبالذات ماتش منتخب مصر اللي صعدنا بيه كاس العالم كان سبب كبير جدا تريزيجيه ان هو جاب لنا ضربه جزاء، وعمرنا ما هننسى يعني لقطه تريزيجيه في الوقت ده والمجهود اللي عمله في الماتش ده عشان يصعد بمصر كاس العالم يعني.